السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اثمان هذا البرنامج الذي نتناول فيه قضايا الاقتصاد الاسلامي ومجالاته وقطاعاته وابرز صور ومستجدات الصناعه الماليه الاسلاميه هذا البرنامج الذي نتحاور فيه مع خبراء وضيوف في هذا التخصص نستخرج منهم الكنوز والخبرات والعلم الذي ينفع المشاهدين من خلال برنامج اثمان. اليوم يتجدد اللقاء مع ضيفنا العزيز الدكتور يزيد القطان المستشار الشرعي وعضو هيئه الفتوى والرقابه الشرعيه في العديد من الشركات. حياك الله دكتور وسعداء باللقاء بك مره يا اخرى. يا دكتور الله الله يحفظكم يا ابو خالد الله الله خير ومشكورين على الاستضافه. وسعيد بلقاء الجمهور الكريم في هذه الحلقات المباركه وهذا البرنامج الطيب الذي يهتم في جانب يعني مهم جدا ولا علاقه لصيقه في حياه الناس اليوميه في المعاملات الماليه ونشاطاتهم الحياتيه واليوميه. الله يحفظك الله دكتور يكتور. الله يحفظك دكتور اليوم دكتور ودي اتكلم معك يعني عن مقاصد الشريعه في مفهوم التكافل يمكن احنا تناولناه في حلقة سابقة مم. حول التكافل وبينا أوجه التكافل ذكرت في الوقف فصلنا فيه بشكل كبير وبينا أن الوقف الارتباط في مفهوم التنمية والتنمية مم. المستدامة وأيضاً مفهوم العاقلة وصور كثيرة لكن اليوم ودي أركز معك على المقاصد الشرعية للتكافل مم. ما هي المقاصد أكيد الفقهاء دائماً لما يتكلمون عن أي قضية يذكرون المقاصد خصوصاً يعني فقهائنا المختصين في مجال المقاصد الشرعيه. بودي لو تفصل في هذا المجال فيما يتعلق بالتكافل. جزاكم الله خير. مسأله المقاصد الشريعه، طبعا مقاصد الشريعه المقصود منها او مفهوم مقاصد الشريعه باختصار هي الحكم والغايات، غايات الشريعه من التشريعات. نعم. الله سبحانه وتعالى يشرع أمور هناك أمور يشرعها لغاية معينة لمقصد معين مثلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم آية الفيء ما أفاء الله على رسوله فالله سبحانه وتعالى ذكر المقصد كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تداول المال أي وزع وزع المال هذا مال الفيء على الفقراء والمساكين وذي القربى ثم ذكر المقصد كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وكثير من احكام الشريعه الله سبحانه وتعالى ذكر لها مقاصد نعم غايه في من التشريع حتى يفطن لها المسلم ويتنبه المجتمع المسلم ويكون عمله في هذا المجال او في هذا الموضوع موافق لمقاصد الشريعه الاسلاميه احنا لما نتكلم عن التكافل فاولا يعني ناخذ فكره مقاصد الشريعه مبنى مقاصد الشريعه او اسس مقاصد الشريعه الشريعه الاسلاميه مبنى المقاصد مبنى مقاصد الشريعه على الفطره والفطره التي فطر الله الناس عليها فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالله سبحانه وتعالى فطر الانسان بطبيعته فطر على حب الاجتماع على العادات الطيبة على الإحسان على هاي هالف الفطرة الطبيعية نعم. طبعا إذا بعدنا التدخلات أو المؤثرات المجتمعية والخارجية لكن في الأصل هو متجه إلى هذه الطبيعة الفطرية التي فطر الله الناس عليها أيضا أيضا مبنية على السماحة إنسان بطبيعته بطبيعته مسألة التعاون هذا موجود مسألة إغاثة الملهوف موجودة إعانة المعدم موجودة الـ الـ يعني آآ آآ الإرشاد للناس موجودة طبعا المشاحة موجودة غير موجود لكن نحن نتكلم عن طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان يتجه لهذه الأمور أيضا الشريعة الإسلامية من ناحية قصد الشارع من الأحكام الله سبحانه وتعالى ذكر الضروري والحاجي يعني الفقهاء قسموا المقاصد الى ضرورية وحاجية وتحسينية، الضرورية هي التي متعلقة ب مهمات حياة الناس او اصول حياة الناس، فإذا عدمت تأثرت حياة الناس ووقعوا في ضيق شديد او مهلكة، وايضا هناك الحاجي التي لو عدمت استعسرت حياة الناس وهناك التحسينيات الامور الكمالية، ايضا في مسألة ما يتعلق بنيه المكلف هذه كلها مقاصد الشريعه لها علاقه في التكافل فالتكافل اذا اخذنا منظور مقاصد الشريعه فالتكافل قائم على الفطره موافق للفطره التي فطر الله الناس عليها فطره التعاون فطره التسامح الاحسان, الإحسان، العطاء كل هذه مفاهيم تتعلق بالتكافل متوافقه جدا نعم. مع مقاصد مقاصد الشريعه فالتكافل هو في حقق في حقيقته يعني من صلب مقاصد الشريعه الاسلاميه وموافق لمقاصد الشريعه الاسلاميه، ايضا في مساله التسامح، فكره التكافل على التسامح نعم وليست على المشاحه نعم انا لما اعينك ما اقصد ان انا ان ترد لي الاعانه وترد لي الغوث، انا اعنتك لان انا عندي رغبه في اعانتك في اقاله عثرتك في في جبر الضرر عليك في جبر مصابك هذا هده هده ما له علاقه بدكتور في عقود التبرعات التكافل. نعم هذا يعتبر جزء من عقود جزء التبرعات. عقود التبرعات هي جزء من التكافل نعم عقود التبرعات بلا ثمن نعم. القرض الحسن الهبه الحسن الهبه العاريه هذه كلها من م. من عقود التكافل م. يعني من من صور التكافل عقود التبرعات وهي قائمه على انك لما تعطي لا تقصد ان تاخذ, تأخذ مقابل ولذلك الشريعة الإسلامية من جمالياتها م. وهذا رأي يمكن عند بعض الفقهاء أن الغرر مغتفر في عقود التبرع أي نعم. أي. طبعا هذا عند بعض الفقهاء ليس على إطلاقه وهذا يدل على شيء يدل على إن فعلا تشجيع الشريعة الإسلامية على التكافل م. وعلى العطاء م. وعلى م. البذل. أي نعم. أي. بودي لو. إن فكرة السماحة نعم. هي تر ترجعها إلى أصل السماحة. أصل الشريعة الأصل نعم. الش... من مبنى مقاصد الشريعة الإسلامية فكرة السماحة. نعم. جميل. ما هي المقاصد التي ممكن نذكرها يعني لو كنقاط في التكافل؟ يعني لو باليوم واحد يسألك يا دكتور يعني شنو عناصر المقاصد الشريعه او المقاصد الشرعيه في التكافل بتفصيلاتها يعني غير السماحه؟ مقاصد الشريعه في التكافل اولا اصلاح ذات البين بين الناس. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس مم. إصلاح ذات البين آه هذه من النقاط اللي الناس دائما تنظر إلى مفهوم واحد له مم. وهو أن أنا في اثنين بينهم خلاف أصلح بينهم مم. هذا طبعا أمر عظيم صحيح أمر في غاية العظمة مم. لكن أيضا من صور إصلاح ذات البين أن أنا أنزع فتيل الـ 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 فكرة الطبقية أو الغبن ما بين طبقات المجتمع لما لما الفقير يرى الغني يزداد غنى وهو هذا الغني يطحن الفقير صح ولا يعني ولا يحسن إليه بشيء فهنا الفقير راح توارث في قلبه وقناعته الحقد والبغض على هذا الغني. مم. ثم بعد ذلك يؤدي الى تفاقم وكثر الانفصال بين طبقات المجتمع وهذا حصل مثلا الثوره الفرنسيه والثورات صح. اللي في ضد كانت النظم الشرق. الراسماليه كانت النظم ضد النظم الاقطاعيه صح. لان النظام الاقطاعي كان يعتبر الموجودين وهم احرار عبيد عبيد لانه مقيد بأملاك الغني. صح أملاك هذا الإقطاعي فهو عايش عايش على أملاكه وعايش على أمواله وعايش على الفتات اللي يعطيه إياه ولا يستطيع هذا الحر الفقير لا يستطيع أن يخرج لأنه إن خرج من إقطاع سيذهب إلى إقطاع البلد كله إقطاعي فهذا أوجد الفجوة الكبيرة بين طبقات المجتمع وهم أحرار ما أتكلم عن مماليك لا أتكلم عن أحرار فإصلاح ذات البين إنك تخفف هذه الفجوه ما بين طبقات المجتمع وتجعل الفقير ممتن للطبقات الاخرى، الطبقه الوسطى ممتنه للطبقات الاخرى، ممتن للفقير او للعامل انه هو يعمل ويؤدي لي اعمالي. جزاه الله خير هذا هذا الشخص العامل اتى فأدى اعمال انا رفعها رفع كلفتها عني. من كثير من الاعمال البناء التنظيف حمل الاغراض وغيرها من التصليح دي. هذا العامل اوجد لك او يعني اوجد لطبقات معينه راحه وايضا هذا العامل وجد يجد الامتنان لهذا الشخص لانه يحسن عليه يحسن اليه انه يعطيه اجره وبالتالي يجئ يكون هناك تواد في المجتمع وتقارب في هذا الجانب في المجتمع فهذا هذه من مقاصد الشريعة العظيمة في 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 التكافل لاصلاح ذات البين، ايضا من مقاصد من مقاصد الشريعه مساله يعني مساله الاحسان يعني تحقيق فكره الاحسان عند المجتمع عند كافه طبقات المجتمع، احنا لما نقول نتكلم عن التكافل فاحنا ما نتكلم عن الزكاه بروحه ولا نتكلم عن لا نأخذها بمفهوم بالعقود كذا فالمفهوم الكامل هذا كل طبقات المجتمع تشارك فيه. جميل جدا. هذا هذه دكتور انا بطلع معك فاصل قصير وحقيقه نبي يعني نحلق ونبحر في آن واحد. الله في جماليات شريعتنا الاسلاميه الغراء في النظام الاقتصادي بيه. وبالاخص في مفهوم التكافل، اعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا ناخذ فاصل قصير ونرجع معكم في برنامج اثمان فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين عدنا اليكم من جديد وحوارنا حول المقاصد الشرعيه للتكافل الاجتماعي وحديثنا مع الدكتور يزيد القطن دكتور قبل فاصل تكلمت عن الاحسان وبينت مقاصد الشريعه الاسلاميه في الاحسان. اكيد في هناك كثير من المقاصد الشرعيه غير الاحسان. من مقاصد الشريعه يعني جزاكم الله خير من مقاصد الشريعه طبعا الشريعه يعني اتت لجلب المصالح ودرء المفاسد جميل فالتكافل بمفهوم الكبير هو محقق لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة جلب المصالح تحقيق المصلحة للمجتمع المسلم ودرء المفاسد كيف يعني ناخذها بتطبيقات أو تصورات إذا أتينا مثلا للزكاة مثلا الزكاة لما تدفع من الغني للفقير وتعطى ومقصد الشريعه عظيم في الزكاه يعني يعني درجه ان الفقهاء قالوا في في مساله الزكاه ودفع الزكاه انك تعطيه ما يغنيه ومثلا الشافعيه قالوا تعطيه ما يغنيه سنه الله وبعضهم قالوا تعطيه ما يغنيه دهر يعني تخرجه من دائره الفقر الى حد الكفايه حد الكفايه نعم احنا طبعا على فكره كان عندنا يعني في هناك حلقات كثيره في هذا المجال يعني نتناول فيه لكن بودي ان يعني تبين لنا دكتور يعني التكافل اليوم في مجال الوقف حقيقه م. او في مجال يعني خلينا نقول عقود التبرعات الاخرى يعني اليوم مثلا على سبيل المثال وتسمح لي بالسؤال هذا اذكر كان في عندي حوار مره مع احد المختصين في الجانب في القرض الحسن، والقرض الحسن يعتبر من احد صور التكافل. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من اقرض قرضين كان من اعطى صدقه او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هذا الخبير جزاه الله خير يقول ليش ما نخليه في البنوك الاسلاميه؟ فكان حواري أن لا نختزل الاقتصاد الاسلامي كله في البنوك الاسلاميه. يعني اليوم للاسف لما تتكلم مع بعض الشباب المهتم في الاقتصاد الاسلامي واللي يبدا سلم الاقتصاد الاسلامي دائما ينصرف الذهن شنو على البنوك الاسلاميه م. لكن الاقتصاد الاسلامي مجاله ارحب أرغب. وبالتالي ليس من الضروره بمكان اني انا اجعل القرض الحسن فقط في البنوك, في البنوك الاسلاميه نعم. واعتقد ان القرض الحسن صوره عظيمه من صور التكافل نعم. ولا شرك دكتور بالضبط هذا اللي تفضلت فيه يعني دقيق جدا ولا تطبيقات دقيقة في, في 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 الحضارة الإسلامية. نعم. احنا صح إذا تكلمنا إذا حصرنا في البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية طبعا لها طبيعتها ولها أنشطتها الخاضعة للبنك المركزي. ولها غاية في الربح وتبي تربح وعندها أموال مساهمين نعم وأموال مودي مودعين وغيرها من التفاصيل يعني. نعم. فما نحصر مثل ما تفضلت وهذه نقطة جدا مهمة نعم. أن لا تح لا يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك. في البنوك. الاقتصاد الاسلامي عند كل مسلم نعم. وكل المؤسسات صحيح اللي داخله في منظومه المجتمع المسلم. ففي مساله القرض الحسن المسلمين ابتكروا في الحضاره الاسلاميه امر رائع جميل وقف النقود. الله ياتي غني عنده اموال كثيره يوقف هذه الاموال يوقف النقود لاقراض المحتاجين. يوقف النقد عند مثلا مئة ألف دينار ذهب نعم ذاك الوقت فيوقف هذه المئة ألف دينار تقرض إلى أصحاب المشاريع من المسلمين المحتاج من المسلمين طبعا بشرط حسب شرط الواقف يقترض يفك حاجته أو يؤدي ينشط في تجارته مشروعة أيا كان ثم يعيد هذه الأموال الموقوفة إلى خزينة. إلى خزينة الوقف نعم. فمسألة فكرة وقف النقود هذه جميل. فكره رائعه انا اعرف طبعا للاسف كل تطبيقها اليوم والله أشوف انا بيني وبينك يعني كان في هناك احد الاشخاص يعني هو تاجر ذهب يعني مم. يقول لي يقول لي انا عندي فكره وقف الذهب مم. على نفس الاليه اللي تفضلت فيها اني انا اليوم عندي هذا الذهب تقترض ثم ترجعه هنا وبالتالي يعني اليوم يتحقق صور التكافل يعني م. وبالتالي لا ينحصر فقط في البنوك م. والقطاع الربحي م. والشركات فهذه حقيقه صور جميله من صور حضارتنا الاسلاميه رائعه وفيها فيها استدامه نعم فيها استدامه انا حققت الاستدامه لاموال الوقف هي موجوده تقرض للمحتاج او المقترض ايا كان موشا. ما هو شرط انه محتاج صاحب المشروع ياخذ يقترض هذه الاموال ويستثمرها ويضع يدخل هذه الاموال في في دائره النشاط الاقتصادي للمجتمع المسلم ويحرك العجله الاقتصاديه ويعيد الدين اللي عليه بدون اي زياده ولا اي فائده لمصرف للوقف نفسه وهي ضمان ويدي الضمان يعني يضمن يعني يقول يقولك والله ضاعت ماليش شغل ضاعت لا 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 تبدينه في تبدينه ترجعه بنفس قيمته بالضبط بالضبط نفس <صفح> المبلغ اللي اخذته ترجعه بنفسه الى الوقف هذا يؤدي تاخذها من منظور العام يحرك العجله الاقتصاديه بالكامل وهناك احتياج كبير اليوم مثل ما تفضلت القرض الحسن احتياج كبير جدا لمفهوم القرض الحسن ان انا ما اجعل الاموال هي مصدر التجارة ومصدر الاسترباح وإنما جعلتها مصدر التحريك لل... وظفتها بتوظيف الحقيقي أنها تكون محركة لعجلة الاقتصاد الإسلامي فالفكرة هذه رائعة من عقود التبرعات وعقود التكافل العجيبة يعني مسألة القرض الحسن وأيضا تحقق المصالح إذا على فكرة المصالح تحقق المصالح وغايات الاقتصاد الاسلامي وغايات الشريعه من التكافل. جميل جدا ايضا من عندك صور اخرى للمقاصد الشرعيه لتكافل. من مثلا من مقاصد الشريعه او من من صور تحقيق التكافل لمقاصد الشريعه وهذه ممكن احنا نتكلم فيها بعد يعني في بشكل متخصص لكن فكره عامه مثلا مفهوم التامين التكافلي او غيره هو محقق لمقاصد الشريعه. وعفوا بس تأمين تكافل وتأمين تعاوني؟ ولا نفس يعني الشيء يعني مرادف؟ يعني التعاوني جاءت فكره التعاوني لانه كان موجود ايه. فكره التأمين التعاوني موجوده في التطبيقات الغربيه. نعم طبقت كتأمين ايه. تعاوني. ايه. لكن احنا في الـ في 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 التأمين في في الاقتصاد الاسلامي نفضل مفهوم التكافل ايه. لانه يوافق مقصد الشريعه مقصد الاسلاميه وروح الشريعه الاسلاميه روح الشريعه الاسلاميه وان نعم. كان التعاون رديف يعني معنى رديف وتعاونوا على البر والتقوى يعني فتكافلي او تعاوني هناك طبعا معروفه في, في بعض الدول يسمونه تعاوني بعض الدول يسمونه احنا عندنا في الكويت تكافلي تكافلي نعم ففكره التكافل او فكره التامين كتكافل محقق لمقاصد الشريعه الاسلاميه ورعايه لمصالح الاقتصاد الاسلامي مصالح التجاره الدوليه مصالح حماية المخاطر وتقليل المخاطر في التجارات وغيره مصالح استثمار أنت لما تجمع الأموال هذه أموال المتكافلين وتضخها بعد ذلك في عجلة أو في دائرة الاستثمار فأنت تحرك الاستثمار وتعزز ملاءة الملاءة المالية في في الاقتصاد السامي وفي المجتمع المسلم فهذه كلها من الاهداف او المقاصد الموجودة في الشريعة الإسلامية للتكافل جميل أنا حقيقة جبتني وايد عقود التبرعات ودائما يعني حقيقة أبحث فيها وأقرأ فيها بشكل يعني مستمر لكن هناك عقود للأسف ما بيقول أهملت لكن غير دائرة أو غير دارجة في, في, في الاقتصاد الإسلامي لا شك في أنه احنا قاعد نتكلم عن, عن عن زمننا هذا، يعني عندك مثلا عقود العاريه، عقود الهبه، غيرهم من العقود، شنو توظيفاتها في واقعنا اليوم يعني خصوصا الهبه بشكل واضح يعني نقنين ما طلعنا من التكافل ها اي طبعا ما طلعنا من التكافل ما التكافل, من التكافل, من التكافل, من التكافل ايه؟ الهبه طبقت ك يعني طبقت في المنتجات اكثر شيء اي طبقت في المنتجات الاسلاميه يعني مثلا الايجار المنتهي بالتملك نعم كثير من تطبيقاتها تنتهي بعقد هبه هبه نعم هذه كثير من تطبيقاتها تنتهي بعقد هبه، هو يؤجر السلعه هذه مده معينه يدفع الاجاره فاذا التزم بكامل المده وسدد كامل الاجارات هنا يعد المؤجر صاحب السلعه البنك السلعة؟ البنك او المؤسسه ان يهب هذه السلعه للمستاجر او للعميل فمثلا هاي من تطبيقات عقد الهبه، من تطبيقات الهبه التأمين التكافلي تكييف التأمين التكافلي من التكييفات التي طرحت مسألة الهبة أن يهب آآ يعني أقساط المشترك أيوة يعتبر من قبيل الهبة من قبيل الهبة طبعا الهبة هي الهدية نعم. أنت تتكلم عن نعم بس عشان نوضحها للمشاهدين أيه يعني. المجتمع المسلم الهبة هي الهدية نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا صحيح فهذه ما شاء الله احنا في في الكويت وحتى اليوم احنا في المواسم هذه في رمضان نعم يعني نقصه وغيرها هذه كلها من أمور كلها من الهدايا هذه من الامور الجميله جدا في المجتمع مطبقه نعم مطبقه بشكل كبير وبشكل موجود في في المجتمع في السابق يعني في الحضارة الإسلامية كانت لا مطبقة بشكل أعظم يعني مطبقة بشكل أن يأتي مثلا الأمير أمير في, في, في دولة معينة أو في ولاية معينة ولا الخليفة ولا يأتيه أحد الأشخاص سواء يعني أيا كان من هذا الشخص تاجر ولا غيره ف يعني يخطر في باله هذا الإنسان وهذا يملك أموال كبيرة فهو لو صرف حياته كلها لو يعني كرس حياته كلها لصرف هذه الأموال لن يستطيع أن يصرف هذه الأموال كثيرة الأموال فيمن من باب التحريك المجتمع أو يعني تغذية المجتمع يأخذ جزء من هذه الأموال مثلاً أو يهب شخص عزيز عليه أو شخص يهب كم من هذه الأموال أو قدر كبير من هذه الأموال بحيث يجعله صاحب نشاط تجاري ونشاط اقتصادي يحرك ويوظف اشخاص فهني توظيف لمفهوم المال جميل جدا دكتورة استاذنك فاصل قصير ونرجع معك اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع معكم مع برنامج اثمان فابقوا معنا حياكم الله اعزائي المشاهدين عدنا اليكم من جديد وحوارنا حول مفهوم التكافل. دكتور تكلمنا قبل فاصل عن يعني حقيقه انواع كثيره من انواع التكافل، لا شك ان في جعبتك الكثير. الله يحفظكم جزاك إيه. الله خير و يعني يعطيكم العافيه. الله يحفظك. احنا احنا تكلمنا صح في اسهاب يعني اخذنا صور ونماذج متعدده. الحين يعني لعل في يعني في في ختام هذه الحلقه لل... طيبة نحاول نحصر هذه الأنواع يعني نضعها في موضعها حتى يتصور المشاهد سماحة الشريعة أو تنوع الشريعة في مفهوم التكافل إحنا اليوم عندنا يعني اللي ينظر في, 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 في أحكام الشريعة ومقاصدها يجد أن التكافل موزع على أكثر من, من, من نوع في الشريعة الإسلامية وكل نوع له فئاته وتوظيفه فاحنا اذا جينا على الزكاه هذه تكافل الواجب هذه صوره من صور التكافل الواجب اذا على الزكاه تكافل الواجب هذا الله سبحانه وتعالى اوجب على الغني لصالح الفقير مصارف او مصارف مصارف الزكاه السبعه نعم. الفقير والمسكين وغيره من المصارف نعم السبعه فواضح الزكاه هي لي على الاغنياء نعم. للفقراء فهي زكاه تكافل الواجب عندنا تكافل اللي هو لجميع فئات المجتمع صدقه الكل يستطيع ان يتصدق ما هي محصوره على غني ولا فقير ولا متوسط الحال ولا ميسور الحال ولا واجد المال او غير واجد المال الابتسامه صدقه والاحسان صدقه والتعاون صدقه وانظار المعسر صدقه صدقه و يعني حتى لغير المسلم حتى للحيوان حتى عزكم طب الله عز المستمعين لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبه اجر صدقه ف مفهوم الصدقه, الصدقة. مفهوم واسع جدا م. وهذا يؤكد لنا ان الشريعه الاسلاميه شريعه انسانيه شريعه انسانيه م. وشريعه حافظت وحرصت على يعني اشراك كافه افراد المجتمع المسلم و وغير المسلمين الموجودين داخل الحضارة الإسلامية في هذا في هذه المنظومة فمفهوم الصدقة أمر جدا واسع ما هو محصور على شخص ولا محصور على فئة معينة و الله سبحانه وتعالى ذكر في في غزوه تبوك لما سيدنا عثمان مثلا جهز جيش جيش الاسره نعم وسيدنا الصديق رضي الله عنه تبرع بكامل ماله نعم واتى بعض الصحابه بمد فالمنافقين ما فهم. ما عندهم الفهم هذا للشريعه ووسع يعني وسع الشريعه في او سعه الشريعه في 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 مفهوم الصدقات فالله سبحانه وتعالى اشار لهم وانبهم وقرعهم في في سوره التوبه الذين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله سخرهم <applause> وايضا هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بسياق اخر ربع درهم سبق مائة ألف درهم <applause> هذه سبحان الله هذا الحديث شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل أكثر من 1400 سنة يسمى في علم الاقتصاد الاقتصاد الحدي <applause> يعني اليوم مثلا أنت يعني تدفع مثلا ألف دينار بس من نهاية ألف دينار هذه ولا شيء لكن ممكن أنا أدفع دينار واحد الفرق شنو؟ أن هذه الدينار ترى ثروتي أساسا هي دينار واحد فالعبرة ليس بما تدفع إنما العبرة بالحدية <applause> أو يسمونها المارجن النسبة نعم. وهذه من الأمور النظريات الاقتصادية اللي تتكلم عنها علم الاقتصاد اللي أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها منذ أكثر من 1400 سنة وبالتالي يعني عودة على الموضوع الفقراء لما تبرعوا في هذا الجانب ربما تبرعوا ترى يمكن شطر مالهم اي نعم إينا. وما ما أذكر هذا الامر او كل ماله او كل ماله يعني لما يدفع له درهم ولا درهمين هذا يمكن كل ماله نعم فليس العبره بما تنفق م. ربما تنفق انت كل مالك بالدرهمين ويقربك اكثر للجنه اي نعم نعم فمفهوم الصدقه فيه هذه السعه وفي وطبعا اذا رجعنا على فكره اصلاح ذات البين أي. طبعا فكره اصلاح ذات البين انا قراتها جميله جدا عند الدكتور انس الزرقاء الله يحفظه ويبارك في علمه في كتابه السفاره بين الشريعه الشريعه معروف. والاقتصاد النقطة هذه أنا لما قرأتها صراحة تعجبت كيف يعني فهذا مفهوم الصلاح ذات البين مفهوم الصدقة يحقق ذلك الفقير أو صاحب المال اليسير لما يجد أنه قادر على المشاركة وقادر على العطاء وقادر مثلا على مثلا في مسألة التكافل والعمل أنه يعمل بنفسه ببدنه يشارك في المشاريع التطوعية في المشاريع هذا 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 يعني يعزز شعور الانتماء للمجتمع شعور للمجتمع شعور المحبه بين افراد المجتمع هذا كله تحققة الصدقه ايضا عندنا في في وتكلمنا عنه بشكل كبير اللي هو التكافل التنموي المستدام الوقف, الوقف الوقف هذا تكافل يعني عظيم وهو قطاع يدعم القطاع العام والقطاع الخاص بشكل مستدام بشكل غير ربحي ومنافع كثيره ذكرنا كثير من الصور عنه ايضا من التكافل صور التكافل اللي موجوده في المجتمع موجوده في الاصل في الشريعه الاسلاميه واليوم طبقت عندنا بشكل منظم ومرتب التكافل الرسمي مساله التامينات الاجتماعيه وغيرها هذه صور, صور تكافل ايه نعم تكافلها صرف بالاصل هو موجود في الشريعه البيت المال لما كان يصرف الاموال توزع على افراد المجتمع المسلم وسيدنا امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في ايام خلافته بلغ بلغ مساله الرخاء بشكل كبير ينادى في كل يوم هلموا الى اعطياتكم هلموا الى ملابسكم كسوتكم صح يا كسوه من اليمن ولا يا كسوه من من الشام هلموا الى كسوتكم، هلموا الى غذائكم اذا اتت الاطعمه من مصر ولا العراق هذه كلها فإذن التأمينات الاجتماعي الاجتماعية التأمينات الاجتماعية الاجتماعية أو المعاشات التقاعدية صورة من صور التكافل يمكن راح نتكلم عنها ربما في حلقة أخرى دكتور يعني داهمنا الوقت وصلنا إلى نهاية الحلقة كل الشكر لك على هذا الاستعراض أمانة الطيب والجميل يعني الله, الله يحفظك ونلتقيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج أثمان إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله o baraccato